دعم منهم لنساء الأرض المحتلة وغزة أطلقت في المركز الثقافي الملكي بعمان، رسالة تضامنية موقعة من نساء الأردن لنساء فلسطين. جاء ذلك خلال فعالية أشرفت عليها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان. اشتملت الفعالية على عدة جلسات حوارية ناقشت الوضع الراهن في غزة والحلول التي يجب اتخاذها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. وخلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء والأعيان والنواب وشخصيات رسمية وحزبية وعامة، تم عرض فيلم قصير حول القانون الدولي ومعاناة نساء وأطفال فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة ومدن الضفة الغربية.